النهارده لجنة الاتصالات في مجلس النواب كانت يعني ليها اجتماع بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، كانوا بيناقشوا قانون الجريمة الإلكترونية. طبعا اللجنة النهارده كانت وافقت على عدة مواد في هذا القانون الجديد، بتنص على ايه الجديد فيها؟ انه بيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تتجاوز عن 30,000 جنيه او بإحدى العقوبتين. كان من كل من أنشأ بريد إلكتروني أو حساب شخصي ونسبه لشخص آخر. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إنه أي حد هينتحل صفة حد تاني هيتحبس. لا مش بس كده، وكمان هيتغرم، كمان ممكن الحبس ده يزيد لمدة سنة، والغرامة دي ممكن تصل ل200,000 جنيه إذا استغل شخص حساب آخر أو بريده الإلكتروني في أمر بيمثل إساءة له. أيضا في حالة وقوع جريمة على شخص بسبب انتحال الصفة دي، العقوبة هتكون غرامتها 300,000 جنيه. معي على التليفون الأستاذ أحمد بدوي، ووكيل لجنة الاتصالات في مجلس النواب. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك فندم. اشرح لنا بس كده عشان الناس تفهم أكتر، يعني القانون ده هيعمل إيه في المنتحلين لصفتي، في اللي سرقوا الإيميل بتاعي، هيعمل إيه القانون ده ليهم؟ عاوزاك تحضر، إحنا لسه مجتمعين لحد دلوقتي، يمكن انتهينا من 28 مادة من إجمالي 45 مادة من القانون. عاوز أوضح بس عدة نقاط مهمة، إن هذا القانون يعد من أهم القوانين اللي بتحمي بيانات المواطنين واللي بتقضي على الجريمة الإلكترونية أو هتحد منها. طبعا مش هتقضي، مفيش حاجة ما بتقضي، ولكن هتحد منها. احنا بنقول ازاي؟ منها بشكل كبير، خاصة يا فندم ان على مدار الفترة اللي فاتت وجدنا ان الجريمة الالكترونية اصبحت تنافس الجريمة الجنائية. عدد البلاغات اللي بيتم تقديمها في الادارة العامة للمعلومات والتوصيف في اليوم الواحد تعدت ال 120 بلاغ في اليوم الواحد. 120 ايه؟ عدد طبعا 1000 بلاغ؟ 120 بلاغ في اليوم 120 الواحد. 120 بلاغ في اليوم؟ في اليوم الواحد، ده كبير، ده على فكرة ده عدد كبير جدا يا فندم. طبعا يعني انت عارفة طبعا ان الادارة العامة للمعلومات والتوثيق هو قطاع تابع لوزارة الداخلية. يمكن من زيادة الاعداد اللي هم المجن عليهم والضحايا، عملوا لهم بقى في مبنى ليهم لوحدهم في العباسية اللي هو وزارة الداخلية القديمة، عملوا لهم مبنى خاص من كثرة العدد اللي بيروح اللي هو مباحث الانترنت. اسمها الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية. أيوة. عدد البلاغات اللي بتقدم في اليوم الواحد وصلنا إلى 120 بلاغ، وده عدد كبير جدا جدا جدا. طبعا. فكان علينا إن إحنا لازم نعمل قانون. حكومة تقدمت بقانون، احنا عندنا كنواب كنا متقدمين بمشروع قانون. اهم القوانين اللي اتناقشت النهاردة اللي هي الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، اللي هو فندم مثلا زي ما قلت لحضرتك انتحال صفه، زي ما قلت لحضرتك مثلا حد استخدم اكونت مستعار. طبعا ده برضه الماده دي بقى دي كتيره قوي دي يا استاذ احمد، يعني خاصه يعني ده بيحصل اكتر للمشاهير، يعني في مجال الفن في وغير المشاهير برضه في السب والقذف وغير المشاهير. والله انا حصلت لي يعني، ما وبس يعني انا رحت عملت بلاغ في مباحث الانترنت لما الفيسبوك بتاعي اتسرق مثلا يعني، وبعدين دلوقتي طلع اكاونتس كتيره قوي باسمي، وانا يعني ممكن في الحاله ديت ان انا اروح ابلغ مش كده؟ بص حضرتك، انا عاوز اطمنك في نقطه مهمه جدا. احنا عند في تكنولوجيا دلوقتي ووسائل حديثه في الاداره العامه للمعلومات والتوثيق، يعني اكيد طبعا كمذيعه معروفه او كشخصيه معروفه، لا ولا حد عامل لصفحتك، هتلاقي حد عامل لصفحتك مثلا صفحه 2 3 ده كتير جدا، ده كتير. دي مشكله يا فندم في ايه؟ في ان حد ممكن يتواصل مع على الصفحه يسقط ضحايا، حد ينصب عليه. عليك لازم طبعا بمذكره الاداره العامه للمعلومات والتوثيق. طبعا الاكونتات اللي عامله هذه الصفحات كونتات، الاكونتات مستعاره، لا سهل جدا ان يتم كشفها، رقم التليفون، الايبيهات، المكان بالظبط فين، وسهل جدا يتم القبض عليه. احنا قلنا هنا في الماده دي اللي هي الماده الخاصه بالسب والقصف واستخدام مثلا صور، ممكن حضرتك صور يتاخد صور يتعمل عليها حصل حصل. طب قول لي كده استاذ احمد، قول لي مثلا لو الحاله ديت حصلت، انا دلوقتي حد اللي هي خاصه بالصور عمل اكونت باسمي وحط تمام عليه صوري، والصور ديت انا اوريدي مثلا بنزلها على انستجرام، بنزلها في اي مكان، بلاقيها على فيسبوك مثلا، وحد كاتب سهام صالح مثلا،
ده المفروض انا في الحاله دي دلوقتي بعد هذا القانون المفروض اتحرك فين واعمل ايه، وعقوبه منتحل هذه الصفه بيبقى ايه بالظبط؟ كويس جدا، خليني اقول لحضرتك العقوبه. يعاقب بالحبس مده لا تقل عن 2 سنين ولا تتجاوز 5 سنوات. يعني دي سلطه تقديريه، المهم ان الحبس ما يقلش عن 2 سنين، وقد تصل العقوبه ل5 سنوات كمان، وغرامه ما تقلش عن 100,000 جنيه. هنا يا فندم عشان نحقق الرادعه، احنا كلنا العقوبه هنا رادعه، عشان لازم، لان ده بيتكرر كتير جدا جدا جدا، وفي ناس بتعاني. ولا تتجاوز ال 300,000 جنيه، يعني 100,000 جنيه يعني ممكن توصل 100 و200 و300 تقلش، بس ما تقلش عن ال 300، ما تقلش عن 100 وما تزيدش عن 300,000 جنيه. والحبس لا يقل عن 2 سنين ولا يزيد عن 5 سنوات. طبعا دي بقى الجريمه الالكترونيه المنتشره واللي بيحرر فيها بلاغات عديده في الاداره العامه للمعلومات والتوثيق. عاوز اقول سعادتك من هنا ان شاء الله باذن الله اليه تنفيذ هذا القانون موجود على ارض الواقع فورا ان شاء الله باذن الله، الانتهاء من جلسات الاستماع والاجتماعات المختلفه مع اللجان المشكله زي التشريعيه زي خلال قد ايه يا استاذ احمد؟ لا احنا حضرتك احنا موجودين دلوقتي، يمكن احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله بكره ممكن ننتهي من مناقشه المواد، وبعد كده يبقى في جلستين استماع، يعني الشهر القادم ان شاء الله يعرض على الجلسه العامه باذن الله. باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. قانون مهم، ممكن توقيته يكون اتاخر، بس احنا في امس الحاجه اليه، لان انتوا طبعا عارفين يعني النهارده لما تكون في احصائيه هي رسميه بتتكلم عن 120 بلاغ بيتقدم في اليوم لمباحث الانترنت، فالموضوع كبير والموضوع معمول له دلوقتي مبنى خاص لهذه الشكاوى يعني، او تقديم البلاغات الخاصه بالموضوع ده. طبعا الغرامه بتصل ل 300,000 جنيه، دي أعلى حاجة، أقل حاجة 100,000 جنيه، والعقوبة حبس ممكن يعني توصل ل5 سنوات.